الحمد الحمد الله الله قرأ قرأ أنا طير ولكن لا أطير، جسمي ضخم ورأسي صغير، لي منقار وعنق طويل، ريشي ناعم وجميل، اسمي أجمل الأسماء، حروف هنون وعين وألف وميم وتاء، فهل عرفتموني؟ أنا طير ولكن لا أطير، جسمي ضخم ورأسي صغير، لي منقار وعنق طويل، ريشي ناعم وجميل، اسمي أجمل الأسماء، حروف هنون وعين وألف وميم وتاء، فهل عرفتموني؟ أين اختفت السلحفاة؟ لم تجد إكرام السلحفاة في الحديقة، فسألت أمها: أين السلحفاة يا ماما؟ لا شك أنها اختفت لتثبت. كيف ذلك يا ماما؟ عندما يشتد البرد في فصل الشتاء تنام بعض الحيوانات نوما طويلا عدة شهور يسمى السباتة. ألا تجوع هذه الحيوانات؟ تعتمد هذه الحيوانات على ما خزنته في فصل الصيف من دهون في جسمها، ولا تستيقظ إلا عندما يعود الدفء إلى الطبيعة في فصل الربيع. وما الحيوانات التي تثبت؟ من بين الحيوانات التي تثبت الدب والسلحفاة والضفدع والقلفد والخفاش والسنجاب والحلزون.